الجدول التالي يبين العلاقة بين عدد ملاعق الآيس كريم سين، هذه عندي عدد ملاعق الآيس كريم سين، نفرض أن اسمها سين، وسعرها صاد. المطلوب اكتب معادلة تصف العلاقة بين عدد ملاعق الآيس كريم وسعرها. قبل ما أبدأ في إيجاد العلاقة وكتابة المعادلة، سأبدأ بتحويل هذه الأعداد الكسرية إلى كسور غير فعلية. فالكسر 1 3/4 يمكن كتابته بكسر غير فعلي 4 في 1 ب4 زائد 3 7 على نفس المقام، و3.5 أستطيع أن أكتبها على كسر على شكل كسر غير فعلي 2 في 3 ب6 6 زائد 1 7 على 2. لكتابة العدد بالمقام 4، 5.25 أستطيع أيضا أكتبها على شكل كسر غير فعلي 4 في 5 ب20 20 زائد 1 21 على 4، و7 أستطيع أن أكتبها 28 على أيضا 4. لكتابة العدد بالمقام 4 كما في الكسور السابقة، 28 4 فيها 7. إذا كتبت الأعداد الكسرية الموجودة عندي السعر بشكل كسر غير فعلي. الآن أبدأ بصياغة المعادلة. ماذا يقصد بالمعادلة؟ هو كتابة معادلة لحساب سعر نون من الملاعق. لنرى الآن، لدي صفر، لم أخذ أي آيس كريم، لم أدفع أي ريال، صفر، لم أدفع لهم أي شيء. عندما أخذ ملعقة واحدة دفعت لهم ريال وثلاث أرباع، ريال وخمس وسبعين هللة أو 7 على 4، وأيضا ملعقتين، 3 ملاعق، 4 ملاعق. المطلوب مني إيجاد، لو عندي نون من الملاعق، 5 ملاعق، 10 ملاعق، 20 ملعقة، كم يكون سعرها؟ سأكتب تناسب أو علاقة. السعر يتأثر بعدد الملاعق، فكلما زادت عدد الملاعق زاد السعر. إذا نستطيع أن أكتب علاقة أن السعر صاد، رمزنا له بصاد، على عدد الملاعق يقابل عدد الملاعق سين. ماذا يساوي؟ هنا ماذا يساوي؟ يساوي قيمة. ما هي القيمة؟ نسبة ثابتة، لابد من وجود نسبة ثابتة حتى أقدر أكتب معادلة تحسب لي سعر نون من الملاعق. ما هي سعر الملعقة الواحدة؟ سعر الملعقة الواحدة 7 على 4 أو ريال وثلاث أرباع. هل هناك نسبة ثابتة بين عدد الملاعق وأسعارها؟ لنرى، صاد على سين، سأحسب لكم واحدة، لنأخذ مثلا ملعقتين، صاد ملعقتين ب7 على 2، 7 على 2 على سين، السين يقابلها 2، 7 على 2 يقابلها 2، ملعقتين. إذن 7 على 2 عدد السعر يقابل ملعقتين، إذا ملعقتين ب7 على 2 أو 3.5. طريقة قسمة هذا الكسر، سأكتب بصورة مبسطة، أستطيع أن أكتب هذا الكسر بهذا الشكل، 7 على 2 تقسيم 2. إذا نستطيع أن أكتبها 7 على 2 تقسيم 2. تتذكرون أن عملية قسمة الكسور أستطيع أن أحولها إلى ضرب، عملية ضرب، هذه مقامها يساوي 1، أستطيع أن أحول عملية القسمة إلى ضرب، فيصبح عندي 7 على 2، وأقوم بتحويل القسمة إلى ضرب، وأخذ مقلوب المقسوم عليه، يعني أقلبه، أجعل المقام في البسط، أصبح بهذا الشكل، وهذا يساوي، أضرب البسط في البسط، 7 في 1 ب7 على 2 في 2 ب4. إذن النسبة هي 7 على 4. النسبة تعتبر ثابتة، 7 على 4، 7 على 4، في كل ملعقة تزيد 7 على 4. فعندي سعر الملعقة الواحدة 7 على 4، صار ملعقتين أضفت السعر 7 على 4، صار عندي 3 ملاعق أضف أيضا، صار عندي 7 على 4 زائد 7 على 4 زائد 7 على 4، 4 ملاعق بنفس الشكل أو بنفس الطريقة. إذا نستطيع أكتب صاد على سين، اللي هو العلاقة بين السعر وعدد الملاعق، يساوي 7 على 4، ولكن أنا أريد السعر،
كتابة معادلة تصف السعر لأي عدد، يعني أريد الصاد كم سعرها إذا كان عندي سين من الملاعق. إذا نقوم بضرب سين في الطرفين بهذا الشكل، سين مع سين اختصارات الكسور، إذا بقي عندي صاد يساوي 7/4 سين. إذا هذه العلاقة وهذه المعادلة التي تصف العلاقة بين عدد الملاعق الآيس كريم وسعرها. لنجرب، نأخذ عدد الملاعق ونجرب. لنفرض لدينا 3 ملاعق، هيطلع نفس الناتج أم لا؟ نعوض، صاد يساوي 7/4 السين، نستطيع نعوض مكانها ب3 لأن 3 ملاعق هذه مقامها 1. إذا صاد يساوي ضرب الكسور 7 × 3 = 21، 4 × 1 = 4. إذا نفس السعر 21/4 و21/4. إذا هذه المعادلة تصف العلاقة بين عدد الملاعق الآيس كريم وسعرها. وشكراً.